منك 150 جنيه عشان زي اوكي 50 جنيه عشان بس استخدم زي بس بعد شويه 200 جنيه بعد شويه 500 بعد كده 10000 جنيه استخدم 10000 جنيه وبعد كده طبعا عشان هو رجعوا مش تجيبي حاجه رجعوا من القضايا مش هحط فلوسي ولا الفلوس انا خلص لا طيب يعني احنا محتاجين ندرس اللي حصل دلوقتي مع يوم ندى ونعرف يعني ايه اللغه الصليون اللي هتفكر ان ممكن 150 جنيه توصلهم لقضايا ومحاكم كتيره. او طبعا اصبح احنا بنتكلم عن مغاردة اللي معانا مغاردة اللي هي الستابيش سوب. ايه الستابيش سوب دي؟ هي عباره عن سلسله احداث بتحصل بتبدا في الاول بحدث فريد جدا يعني عايزه 150 جنيه زي ما هي قالت. في الاخر بتمر بسلسله احداث بي سي دي اي احداث دي ممكن تكون مترتبه بطريقه غير منطقيه اصلا لحد ما في الاخر بتوصل لاخر حاجه اللي هو الحدث ذات اللي هو غالبا نتيجه كارثيه حاجه عصب قضايا ومحاكم زي ما منى قالت والدنيا اتصعدت بشكل غريب. طيب يعني ليه ممكن الناس اصلا تقع في منهج السلابري سلوب ده وتفكر بالشكل ده؟ حياه الشخصيه في السلابري سلوب دي ليها انواع كتيره جدا. النوع الاولاني مثلا ان الشخص ده يكون في موضع سلطه زي مدير، المدير بيبدا يفكر الشخص دوت كويس وانا عايز اكافئه فانا هبدا ارقيه. لا بس بعد كده يرجع ويفكر طب انا لو رقيته لا ده ممكن ياخد مكاني، ده ممكن الناس تحبه، لا ده بعد كده الناس هتعتبره هو المدير ومش هبقى انا المدير، فيوصل من الاخر من ان هو هيرقيه ان هو هيطرده. في سبب تاني ممكن يؤدي لدوت ان يكون الشخص شديد التحفظ. يعني ايه شديد التحفظ؟ مثلا الام لو ابنها راح قال لها انا عايز اتعلم السباحه، فتقول له بعد كده تنزل في البحر، بعد كده اتعلم الغطس، بعد كده تغرق، بعد كده تموت، فتعلمت من مهاره صغيره جدا ان هو هيموت بعد كده في الاخر. ممكن يكون او السبب في حاله زي كده ان الشخص يكون متشائم. يعني ايه متشائم؟ يفضل يدي مجموعه من الخيالات والسيكونس جوه دماغه ان في حاجه سيئه جدا هتحصل، وده بيكون مبني على قناعات غلط جدا جواه. تمام؟ طيب هل السلابري سلوب يقول دايما فالصي؟ لا هي مش دايما فالصي خالص. لو هي لو خدنا مثال مثلا الورقه دلوقتي فتحت، فانا رحت قلت للشخص دوت ده هيزود ثاني اكسيد الكربون فهيرفع درجه الحراره فهيحصل احتباس حراري فممكن يسيح كل الجليد اللي في الارض اللي مكونه زي القطب دوت. فيحصل ايه؟ ده مبني على ترو ارجيومنت. يعني ايه ترو ارجيومنت؟ الناس عملت مجموعه من الابحاث، مجموعه على حاجات علميه جدا بسيطه جدا واضحه جدا ليها مقدمات صحيحه بتوصل لنتائج منطقيه وبالتالي دي ما تبقاش مغالطه. طيب ازاي اعرف ان انا وقعت في سلابري سلوب؟ ان انا الاقي حاجات اللي انا بقولها دي او الجدال بتاعي ماشي في سيكونس حاجات غلط. ببدا من حاجه صغيره جدا بوصل في الاخر لكارثه مصيبه. بيبدا سيكونس ايه؟ حاجه ورا حاجه مبنيه على خلفيه غلط عندي، مبنيه على حاجه شخصيه مؤثره على الجدال بتاعي، مؤثره على التصرف بتاعي. تمام؟ طيب ازاي افويد سلابري سلوب؟ زي ما قلنا في المثال بتاع الورقه اللي كانت بتتحرق، ابني الكلام بتاعي كله على حاجات منطقيه، على جدال مبني على اساس علمي، على نتائج واضحه وبسيطه، مبنيه على مقدمات علميه وسهله وبرده توصل لحد انا عايز اقوله سريعا. تمام؟ عايز اتفرج عليه. حرام فكبر الامور جدا ويمشي في سيكونس ممكن ما يحصلش اساسا، ممكن ما يكونش ليه اساس من الصفر.